على بعض المعلومات. النهارده هنتكلم عن معلومات بتفيد الصحه العامه عموما. اول معلومه بتقول لا تشرب القهوه او اي شاي ساخن، فقد يزيد هذا من خطر الاصابه بسرطان الفم او المريء، بل ينصح بترك الفنجان يبرد قليلا. ضع نصف ملعقه من القرفه في فنجان القهوه اليومي، حيث يسهم في خفض مستويات الكوليسترول في الدم ويساعد الجسم على استخدام الانسولين بفعاليه اكثر. ان مضغ الطعام جيدا يزيد من نسبه المواد الكيميائيه المكافحه للسرطان التي تطلقها الخضروات زي البروكلي والملفوف والارنبيط. المشي اليومي لمده نصف ساعه او ساعه يقلل من امكانيه الاصابه بالسرطان الثدي بنسبه 18%، ويساعد على التخلص من تقريبا من 3 كيلو تقريبا في السنه، ويحافظ على قوام الجسم. يفضل تناول اللوز بين الوجبات اليومية وعند الشعور بالجوع، فهي غنية بالعناصر المغذية التي قد يفتقر إليها النظام الغذائي اليومي. احرص على تفادي ترطيب فرشاة الأسنان بالماء قبل وضع المعجون عليها، حيث أن الفرشاة الجافة تزيد من إمكانية التخلص من البلاك بنسبة 67%. ينصح بمضغ اللبان الخالي من السكر بعد الطعام لمدة نصف ساعة، بذلك لتخفيف من أعراض حموضة المعدة. احرص على تناول الخضار والفاكهة بمعدل 3 حصص يومية، فبالإمكان أن تخفف من خطر الإصابة بالنوبة القلبية بنسبة 70%. عند تحلية الشاي أو الحليب عليك استعمال العسل عن السكر، وذلك لقدرته على تقوية المناعة ومكافحة الجراثيم. يجب توفر النظارات الشمسية، حماية تعتبر حماية جيدة من أشعة الشمس فوق البنفسجية التي قد تؤدي للإصابة بإعتام عدسة العين أو العمى، أو أن الواحد يبقى أعمى في الشيخوخة. لذا احرص كل الحرص عند شراء النظارات للتأكد من نوعيتها الجيدة.